هكذا اشواطنا متواصله مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذه الاندفاعات، وهذا هو الشوط السابع في اندفاعات هذا اليوم وفي انطلاقات هذا الصباح. مباشره مشاهدينا الاعزاء نسير الى مقدمه الشوط الى المركز الاول والصداره الاولى، حيث اجد الشاهينيه لمحمد بن بخيت المنهالي، ولكن الدخول من جلمودة لهزاع بن هادي بن سليمان المنصوري بدأ يغير الصدارة الأولى، والوصول الآخر من شعار أيضا هناك سلطان بن إريو المنصوري من يقدم لنا الشاهينية القادمة في المركز الثالث المركز الرابع. هذه اللي واصله أيضا الشهامة أحمد بن حمد بالقوم المنصوري، وصل شعار بالقوم، وهنا أيضا شعار بالسم يتقدم من خلال نوف محمد بخميس بالسم المنصوري، ولكن الدخول الآخر الوصول الجديد من خلال هذه المنافسة الرائعة والممتازة، هذه هي أيضا وصولها جميل. الله يا سلام يا سلام يا النهضة، عبد الله بخميس بالشدي المنصوري وصل مع النهضة، وصل مع النهضة، ولكن شعار بو عمر بدأ يغير، شعار بو عمر بدأ ياخذ الصدارة مع الشاهينية سلطان بن إريو بن محمد المنصوري، والدخول الزاوية الأخرى أيضا من تقدم لنا هذا الاسم مع الشاهينية سيب بن مبارك بسلمة المنصوري يتقدم من خلال هذا الأداء الجميل. وصل شعار بو زايد، وصل شعار بو زايد ليتقدم من خلال تواجد الشاهينية أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي، يقدم الشاهينية، غيرت الصدارة، غيرت المركز الأول والمقدمة الأولى مع هذا الاسم على الصدارة على المركز الأول الشاهينية أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي. ما شاء الله، تهانينا لأبو زايد على هذا الفوز والانتصار ولحظات الانفراد القوي والتحدي المثير، لحظات الفوز، لحظات الانتصار، تهانينا على هذا الهداء المتميز. سلام أبو زايد، سلام. المركز الثاني، الوصول في ثاني المراكز هناك مشاهدين الأعزاء من خلال تواجد أيضا المركز الثاني كان دخولها جميل، النهضة عبد الله بخميس بشهد المنصوري، المركز الثالث الشاهينية سلطان بن إريو بن محمد المنصوري، دقيقتين 16 ثانية 41 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لأحمد بن سعيد بن زايد المزروعي على فوق.